بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه موتور 206 206، فما يعني هو موجود المشكلة هذه موجود في جميع أنواع السيارات، كل ما هو بلوك ألمنيوم تلقى فيه المشكلة هذه، يعني يجي فترة يجي وقت معين ويتنقب ويسوس ويتهرى، يعني كما هذا شوف يتنقب من هنا، شفتوه الماء من خارج هذه. تو الموتور هذا لابس عليه، لا ياكل زيت، لا يرنفل، لا في حتى شيء، مشكلته بركة ان البلوك سوس، يعني كل حاجه عندها عمر لازم نفهموها الناس كلها. فما يعني ناس يقول لك علاش هاي هاك الحاجه الفلانيه ما تعيش، هاك الحاجه الفلانيه مش باهيه، لا هي مش باهيه، هم تو الغرب ولا يخدم كما يحب هو، لان حاجه يعني ما عادش يساعدوا هاك الحاجه اللي باش تعيش 20 سنه و30 سنه، لا ما عادش كي تعيش لك 5 سنين عنده هو يتسمى يعني ممتاز. هذه مش مشكلته هو، خاطر هو لازم يخدم على روحه ويلزم يصنع قطع غيار ويلزم يبيع باش يصور باش يكسب باش يخلص خدامته باش ينجم يعيش حتى هو. احنا الفكره هذه اللي قاعده عندنا خاطئه، اللي هي كونه هاي يقول لك مثلا الميغان مش باهيه، ولا يقول لك الهاش دي مش باهي، ولا دي سي مش باهي، ولا مش عارف شنو مش باهي، كل هذا يعني كل حاجه عندها عمر ما فماش. لازم نفهم الموضوع هذا، لازم كل حاجه عندها عمر. هذه تو مثلا هذا ديسون 6 ماشي تقريبا 340 الف، يعني مولاش مش حب اكثر من هذا 340 الف كيلومتر مساو، يعني هذه حاجه طبيعيه ما فيهاش كلام، يعني انسان يقول ها ولا كل حاجه ما عاشتش ولا مش باهيه ولا لا، هي كل حاجه لازم نفهموها عندها عمر. هم تو عاملين بلوك المنيوم، حتى شفتوا الماء انت اللي فيه، الماء اخضر مش مصدد، ماء اخضر جديد، يعني مولاها يستعمل في الماء الاصلي نتاع الدار، يعني حتى باش نقولوا تو مثلا يستعمل في الماء نتاع العادي، مش ما يستعملش الماء العادي، يستعمل في الماء الاخضر، شفتوا ماء اخضر، لكن كل حاجه عندها عمر. هذا اللي اعطيتكم فكره عن الموضوع هذا، ان شاء الله يفهموا بعض يعني الخيان اللي هم يسالوا على موضوع كما هيك. تو المحرك اللي باش نغيره له تو نوريه لكم في الفيديو اللي بعد هذا تشوفوه. هذا موتور 206 206 بنزينة إيسونس 206، هذا ما يعني المكونات نتاعو، كونه هذه البومبا نتاع الديريكسيون او البومبا اس سي او المضخه نتاع اللي باش تدور السياره يمين ويسار في الديريكسيون. هذايا مكيف اللي هو الموتور نتاع المكيف كليماتيزير، هذوما الطوندرات يعني اللي يشدوا السير، هذا اللي يشدوا الكروا، هذا من عندنا هنا كوليكتور نتاع الشافمون، هذا فلتر الزيت يجي من هنا، هذا الجعبه نتاع الجوج، التيب نتاع الجوج نتاع الزيت، هذه صوند لامدا اللي هي نتاع اسمه الحساس نتاع المرميط او نتاع المدخنه او نتاع الشاكمون، حساس هذه فلتر الزيت. هنا يجي الترموستا، شوفوا الكره هذيك الترموستا مكسره خاطر، هنا هذه السلاسيون نتاعها كلها الخيوط، هذه من هنا البوات، هذه الحساس نتاع الكابتير نتاع الربكا نتاع الفيربوكا، هذه كابتير الفيربوكا اللي هما خاطر هما هذوما انجكسيون. هذه طبعا البلوك من داخل كارتير، هذه كارتير، هذه من هنا من فوق الكاش شباب، عندنا البوبين نتاعها قطعة واحدة، البوبين جي قطعة واحدة، انجكتيرات كل واحدة وحدها أربع انجكتيرات يجيو، عندنا كولكتير نتاع لاديميسيون اللي هو هذا اللي يركب فيه في عوض، هذا يعملوه في عوض الكربيراتير، ما كانوا قبل يعملوا كولكتير ويعملوا كربيراتير، تو ولاو يعملوا كولكتير ويعملوا كور بابيون سموها احنا الفراشة هذيا اللي فيها الكسيراتير، فما منهم الكترونيك فما منهم عادية. هذايا من هنا الدبرر اللي هو باش يخدموا منها السيارة، من هنا بقية البوات اللي هي هذه بوات خمسة فيتاسات، أربعة يعني سانك فيتاس، أربعة خمسة القدام ومشاريعنا يعني تسمو يعني في الجملة ستة. عندنا الدوميرور، عندنا البلوك هذايا من تالي، عندنا هذه الارير نتاع البومبو الكور بابيون الكور نتاع البومبو من تالي، هنا طبعا عندنا الحزام نتاع اللي هو الشان ديستريكسيون او الكاتينه يسموها، في وسطها البومبو وفي وسطها الطوندرات نتاعها وكل شيء. هذه فكره على موتور 206، هذه البوبينه تبان من هنا، الانجكتير شفتوهم من هنا لونهم كيفاش، هذوما الانجكتير يبانوا من هنا. المحرك هذا طبعا هما طوروه بشوي بشوي، لكن هو اصله
اصله اول ما خرج في ال 205 في ال 205 ومن بعدها في ال 106 وبعد ولا طوروه او حطوه في ال 206 هي في ال 206 هذه وبعد زادوه حتى في السي 3 وجابوه في هذه البارتنير جابوه في عده سيارات ما طوروه شويه زادوه شويه قوه اما الشكل هو بيده ما بدلوش فيه حتى حاجه. ان شاء الله تنفعكم العمليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.